معانا النهارده فنانة شابة صاحبة طلة مميزة بملامحها الهادية، قدمت مجموعة من الأدوار المميزة وكان آخرها في رمضان اللي فات على طول قدمت دور أسمى في مسلسل المعلم مع الفنان الجميل مصطفى شعبان. منورانا ومشرفانا النهارده الفنانة هالة مرزوق. أهلا وسهلا بيك يا هالة، منوراني. أهلا بيك، نورك منوراني انتي، نورك انتي حبيبتي. طبعا في الأول عايزة أبارك لك على دورك في مسلسل المعلم، شكرا. مليون مبروك على وجودك وحققتي نجاح كبير ما شاء الله، ولفتي الانظار ليكي ما شاء الله بادائك وزي ما قلت كده بملامحك الهاديه وقربك من الناس جدا جدا. شكرا على الكلام الحلو ده، ربنا يخليكي، تستاهلي اكتر من كده صدقيني. اول حاجه عايز اسالك عليها كواليس العمل ده، الاول كواليس الدور لما اتعرض عليكي، ايه اللي حصل؟ جالك ازاي؟ جهزتي له ازاي؟ انا اترشحت، عملت يعني رحت قابلت المخرج على طول مرقص عادل وخدت السكريبت وعجبني الدور، يعني لانه هو انا او برضو اعمل حاجه من حته شعبيه، فده بالنسبه لي كان تشالنج برضو ان انا عايزه اعمله طبعاً. مختلف عن بقيه ادواري. وطبعا استاذ مصطفى شعبان يعني الشغل معاه كان ممتع جدا، وهو هو كمان مثقف جدا جدا، يعني بعيد عن الشغل معاه هو كمان كانسان مثقف قوي، فتحبي تقعدي معاه وتحبي تتكلمي معاه. استاذه لبنى ونس اللي كانت مامتي انا بحبها جدا جدا، ست جميله طبعا، واشتغلت معاها كتير قبل كده، وطبعا هي طول الوقت بتعلم منها. استاذه ماجده منير واحمد عبد الله محمود، فالكواليس كانت حلوه قوي قوي في المسلسل الصراحه. المشاهد اللي صورتيها، اصعب مشاهد صورتيها واصعب مشاهد عليكي نفسيا كانت ايه مسلسل المعلم؟ والله ما كانتش في حاجه يعني كان الموضوع سلس، ما كانتش في حاجه بالصعوبه قوي يعني، يعني ما كانتش في حاجه بالصعوبه قوي دي. الموضوع كان في يعني كان في تركيز وكنا مركزين كلنا، فما كانتش في حاجه صعبه يعني. طيب التمثيل كله صعب، فاهمة قصدي؟ بس هو قصدي الموضوع نفسه ما كانش فيه الصعوبة والتنشنة والحاجات، لا ما كانش فيه ده. كويس قوي، بتقدري تدخلي الشخصية بسلاسة. العمل نفسه أو فريق العمل نفسه لما بيكون في ما بينهم ود ولما بتكون العلاقة ما بينهم كويسة، أعتقد إنه كل حد في العمل ده يقدر يدخل في الشخصية بمنتهى طبعًا البساطة لو طبعًا مفيش توتر في اللوكيشن. طبعا، وكمان أنا كان ناس كتير قوي بتساعدني، يعني أنا كان معايا أستاذة سهر الصايغ، قد إيه سهر جميلة وقد إيه تالنتد وقد إيه طبعًا شخصية فظيعة، فهي طول الوقت هتبقى يعني كان الموضوع كله متكامل، الناس كلها بتساعدك، فمش مش مش حاسة بأي توتر أو أي مشاكل. حلو قوي. طب أكتر مسلسل عجبك في رمضان السنة دي غير يعني المعلم طبعا؟ بصي انا السنه دي ما اتفرجتش على مسلسلات كتير، يعني كان عشان التصوير وكده، احنا كنا بنصور واحنا يعني كنا بنصور في رمضان، فما كانش في وقت ان انا اتفرج، يعني كنت بشوف حاجات متقطعه كده. بس ما فيش حاجه يعني اقدر اقول لك ان انا اتفرجت عليها، يعني حشاشين شفت جزء منه طبعا عشان انا بحب جدا استاذ كريم عبد العزيز، بس برضو ما تابعتوش، وكل الحاجات هتابعها بعد رمضان ان شاء الله. ما فيش ولا اي حاجه ولا اي دور لفت انتباهك وانت بتعدي على المسلسلات كده حسيتي ايه ده الله انا الدور ده متعرضش عليا ليه، او انا نفسي اعمل حاجه زي كده؟ بس مش في رمضان السنه دي، يعني في حاجات. طب ايه؟ بس طب مش حتى لو مش في السنه دي، يعني مثلا انا طبعا العظيمه حنان مطاوع، يعني في ونوس، انا الدور ده بالنسبه لي دور قد ايه صعب، وهي جداً. عملته بسلاسه شديده جدا، دور حلو قوي قوي. لما كانت يعني مخها مش ستيبل شويه، أيوة، وحالتها النفسيه مش ستيبل شويه، وبتعمل اعمال وبتاع ده كان دور بالنسبه متوتره لي دايما على طول. بالظبط بالظبط. وطبعا اكيد طبعا يعني في ناس كتير، يعني هقول نفسي اعمل، بس هي حاجات بتبقى هم عملوها وقفلوها، بس طبعا كانت الادوار بالنسبه لي اللي هو لا ايه الادوار دي. طبعا استاذه منى زكي طبعا شفت لها الفيلم الاخير اللي هي عملته الرحله 404، انا شفت انا انبسطت قوي قوي وانا بتفرج على الفيلم. استاذه هاني خليفه كمان الشغل معاه اهتم بكل حاجه في طبعًا. الفيلم، فكان فيلم حلو قوي. وطبعا اكيد استاذه منى زكي يعني ما اقدرش اقول حاجه، يعني هو الدور كان حلو قوي، مكتوب حلو قوي، وهي عملته بصدق شديد قوي، تحسي بالمعاناه بتاعتها، فكره جهاد النفس وان الواحد بيروح ويجي، كان حلو قوي الفيلم طبعا ده. طبعا وموضوع كان مختلف جدا وطرحه مختلف جدا، وانا عجبني انه في حد اتكلم عن الموضوع ده، تقريبا اول مره نتكلم عن تقريبا فكره الجهاد النفسي بالطريقه دي. بالظبط. عايز ارجع للبدايه خالص، بدايتك يا هاله وبدايه دخولك الفن، جت ازاي؟
كان هو ده حلمك ولا جت صدفة؟ ايه اللي حصل؟ انا بحب الفيلم، بحب التمثيل من وانا صغيره يعني، من وانا في المدرسه بحب التمثيل جدا، ما جاتش صدفه ولا حاجه. بس مثلا كنت وانا في اعدادي انا مقرره ان انا هبقى ممثله، يعني خلاص هي هو ده طريق حياتي. هو ده الطريق. حلو قوي. مفيش اي امارات، فمفيش اي حاجه بتقول لا كفايه ايمانك من جوه بنفسك وبانك حاسه انك عندك حاجه هتطلعيها وهتقدميها. يعني اول ما وقفت على المسرح، انا وقفت في مسرح المدرسه، يعني اصلا بدايتي كان مسرح مدرسه، فابتديت احس ان ايه ده، دي الحاجه اللي انا بحبها وباشنت قوي وانا بعملها وعايزه اعملها، برغم ان انا كنت شاطره قوي في المدرسه. يعني ما كنتش من الاطفال اللي مثلا بتجيب درجات قليله، لا كنت شاطره جدا. كنتش بتهربي للمسرح، ملتزمه في الدراسه وملتزمه في المسرح وملتزمه في المسرح. بلاقيت نفسي بقى، فقلت لا انا عايزه افضل اعمل ده، انا عايزه افضل احس الاحساس ده طول الوقت. فقررت اني هبقى ممثله. اول عمل بقى عملتيه كان ايه؟ وبرده كانت ايه كواليس وكنت حاسه بايه؟ مسرح ولا تلفزيون؟ اول حاجه تبدايها في مشوار الاحتراف، مسرح او تلفزيون؟ الاحتراف كان مسرح، في مسرح الغد، كان مسرحيه اسمها كوميديا ماكبث، كان اخراج استاذ احمد مختار. دي كانت اول حاجه احتراف. طبعا كان احساسها احساس بقى مختلف، انك انت بتعملي حاجه بروفيشنال في اول طريقك، وما كنتش دخلت المعهد ساعتها، كنت لسه في الجامعه بدرس، بس كنت باخد ورك شوب تمثيل عند استاذ احمد كمال. طبعا هو حبيبي يعني، ربنا يا رب يديله الصحه والعافيه. استوديو زيت صح؟ لا قبل زيت كمان. هو قبل زيت كان بيدي في ورشه كانت في الكتكات، وقبل كمان كان بيدي في مسرح تاني انا مش فاكراه، كان في وسط البلد برضو فتره. كان اسمه الهوسابير، انا برضو كنت باخد معاه الهوسابير. طبعا قبل بقى الهوسابير كنت باخد معاه في المهندسين في الكتكات. فهو كان رشحني ساعتها الاستاذ احمد مختار في المسرحيه دي، وعملت اوديشن واتقبلت. فكنت سعيده جدا بقى ان انا عملت حاجه واتقبلت، وان انا ايه ده انا بمثل اهو، يعني انا عندي حاجه. لا والبداية لما تبقى حاجة لشكسبير برضو بتحسي طبعًا. او انت بتتنقل الزمن وعصر وحاجات تانية خالص، الملابس، طريقة الكلام. بصي انا في مدرستي اصلا انا ابتديت شكسبير اصلا، لان انا كنت احنا كنا بندرس شكسبير، فكل بقى هاملت و في المدرسة في المدرسة، فانا كنت مثلت كل حاجة شكسبير. كنت مدرسة ايه؟ مدرسة رهيبات. بس احنا كنا بندرس شكسبير سان فاطمة رهيبات. ايوه مش بقول لك كنا بندرس. لما بقى في ناس يعني لما بسالهم بقول لهم لما خدنا مثلا في المدرسه كده، يقول لا ما خدناهوش. فبفتكر ان ده واضح ان دي حاجه كان بيبقى ليها علاقه بالمدرسه اكتر. بالظبط. فانا خدت كل حاجاتها. حبيتي بقى القصه دي جدا. الحته دي يمكن ده تصدقي ان هو فعلا من الحاجات اللي حببتني قوي في التمثيل، شكسبير. وانا كنت بحب الستوري كمان، كنت بحب الدراما، كنت بحب اقرا كتير، ففكره ان انا امثلها ده كان بالنسبه لي متعه. اكيد اكيد. طبعا لما عملتي بعد المسرحيه دي، عملتي ايه بقى تاني للدراما او للسينما بعد المسرحيه دي؟ وكان مع مين؟ كان في مسلسل اسمه موعد مع الوحوش. ده كان اخراج استاذ احمد عبد الحميد، وكان كتابه استاذ ايمن عبد الرحمن. وهو كان شافني في المدرسه وانا صغيره خالص، وكان عايزني امثل، بس مامي وبابي ما رضيوش وقتها. فلما شافني بالصدفه في البروفات في المسرحيه بتاعه كوميديا ماكبث، رشحني في المسلسل ده. فساعتها بقى اشتغلت اول حاجه في حياتي بقى تلفزيون، كان موعد مع الوحوش، كان بطوله الله يرحمه استاذ خالد صالح. الله يرحمه ويحسن اليه يا رب. اتعاملتي مع الاستاذ خالد جلال وتعلمتي منه، اتعلمتي منه ايه؟ استاذ خالد جلال طبعا مدرسه كبيره عظيمه طبعًا. يعني خرجت نجوم المع نجوم الموجودين على الساحه دلوقتي ولسه ما شاء الله طبعا هيفضل يزيدوا يا رب. طبعا يا رب يا رب يا رب يا رب, يا رب دايما. استاذ خالد جلال بصي هو بيعلمك ازاي تديري نفسك، يعني كموهبه كده تديري نفسك. اولا هو يعني فكره الارتجال، هو مثلا بيبقى في عنده فكره، فطلعوا يقسمنا مجموعات، فكل واحد فينا يطلع يعمل نفس الفكره بكذا جروب. فانت بتكتشفي انه الحاجه دي ممكن تعمل ب 5000 طريقه، وانت كمان نفسك بتكتشفي حاجات عن نفسك من خلال الناس اللي معاكي. لانه التمثيل برضو في جزء كبير جدا انك بتبقي عارفه ايه الحاجات اللي ناقصاكي، وايه الحاجات اللي انت كويسه فيها فتزوديها، وايه يعني هو طول الوقت انت لازم تديري نفسك، تعرفي ايه الناقص عندك وتزوديه، وايه اللي مش موجود وتفكري تجيبيه ازاي. فاستاذ خالد جلال عشان دايما بيعتمد على فكره الارتجال والتدريبات طول الوقت، احنا بنعمل تدريبات طول الوقت نفسيه، وبنعمل تدريبات في المسرح وكلها ارتجالات، فدايما بتتعودي ان انت تطوري من نفسك وتديري نفسك وتديري موهبتك وتتعلمي من اللي حواليكي. طبعا غير منه اكيد، لان هو طول الوقت بيديكي نصائح ليها علاقه بيكي ازاي تطوري من نفسك. طبعا
من الأستاذ الجميل الكبير خالد جلال للدكتور العظيم دكتور يحيى الفخراني وتجربتك في التمثيل قدام العظيم يحيى الفخراني. أكيد تجربة ما عدتش كده، ما مرتش مرور الكرام، أكيد اتعلمتي منها حاجات كتير. نجيب زاهي زركش طبعا بتعرفوا تقولوا الاسم هو ايوه هو اسمه بين ورا بعض. انا حتى لما بقولها بيني وبين نفسي بتلخبط فيها. بقول نجيب أيوة. زاهي زركش لازم نتدرب عليها الاول. ايوه العمل كله ككل كان عمل مختلف، احكي لي عن العمل واحكي لي عن التعاون مع الاستاذ الكبير يحيى الفخراني. دكتور يحيى الفخراني، دكتور يحيى بالنسبه لي اصلا هو ايدل، فاني امثل قدامه ده كان بالنسبه لي حلم طبعا. وكمان هو ثلاثي دكتور يحيى الفخراني استاذ عبد الرحيم كمال واستاذ شادي الفخراني، انا بحبهم لانهم عملوا حاجات كتير مع بعض، عملوا ونوس وعملوا خواجه عبد القادر. يا خبر على الخواجه عبد القادر. بالظبط. ونوس طبعا، بس الخواجه عبد القادر طبعا خطير طبعا خطير طبعا. فانا لما شفت المسلسلين دول قعدت ادعي اقول يا رب انا نفسي امثل معاهم. الله. فجت لي الفرصه دي ما شاء الله، فكنت سعيده جدا. وكمان الدور كان مكتوب من استاذ عبد الرحيم كمال قد ايه الدور مش سهل خالص، سحر دور صعب، دور مركب ومش تقليدي ومش عادي. وانت عارفه ان احنا برضو بنواجه شويه مشاكل في فكره انك تلاقي دور حلو. دايما تلاقي البنت الكيوت اللي مش عارفه ايه، او البنت اللي مش بيبقى فيه ادوار بيبقى فيها تشالنج شويه. فده دور فيه تشالنج واضح كده بالنسبه لي انا، خاصه لو شكلك حطك في نمط وانت شكلك كيوت وملامحك هاديه وبريئه. بالزبط. فممكن يحطك في نمط البنت الغلبانه بالزبط. المنكسره اللي مغلوبه على امرها، حاجات زي كده مثلا، او البنت الرقيقه الشيك الديسنت. ايوه الحاجات دي. فانا لا، الدور ما كانش البنت الغلبانه ولا الرقيقه، البنت اللي عندها طاقات وحاجات كده. فانا كان تشالنج بالنسبه لي قوي. طبعا استاذ يحيى يعني دكتور يحيى الفخراني اول ما مثلت معاه كنت شويه متوتره. انا ما بتوترش بسهوله، بس انا طبعا ده دكتور يحيى الفخراني قيمه كبيره جدا طبعا اخيرا طبعا. فهو هو قد ايه جميل، قد ايه فنان عظيم بجد، كسر كل الحاجات دي. يعني تحسي كده انت بتمثلي مع انك سايبه ايدك. فتعلمت ان انا ازاي اسيب ايدي وانا بمثل، ودي حاجه مش سهله خالص اكيد. يعني طبعا دكتور يحيى تاريخ عظيم، بس هو قد ايه بيمثل وهو اول ما الكاميرا تقول اكشن تحس ان هو بقى حد تاني وبيمثل كده الاحساس. فتعلمت منه طبعا حاجات كتير قوي. جميل جدا جدا. نروح لمسلسل العوده واللي كان فيه تشالنج تاني، لكنه الصعيدي. الصعيدي قولي لي خدتي وقت فيه قد ايه؟ وقع اختيار فريق العمل سواء المخرج او اكيد المخرج اللي اختارك يعني، وقع اختيار عليك ازاي؟ برضو نفس الكلام ملامح حكايه، احنا بعيد برضو عن الحته. أيوة. المتعارف عليها. أيوة. في الصعيد المتعارف عليها وليست الحقيقيه. وليست الحقيقيه. برافو عليك. صح، مش الحقيقيه فعلا. يعني دايما بيقول لك ان الصعايده سمر، مش كل الصعايده سمر خالص. خالص يا جماعه، ده في بيض جدا بجد، في بيض بيض بلوند يعني. والله العظيم تحسهم الماني يا جماعه. أيوة. احنا في كده تابوهات موجوده عندنا، معرفش هي ليها علاقه بايه بالظبط، بس هي مش حقيقيه. ان الواحدة عشان تبقى ملامحها هاديه فتبقى لازم رقيقه. على فكره ابدا، ممكن تكون ملامحها هاديه وجواها نار بتغلي. صحيح. فهي صحيح. مش مش بالحاجات الاوليه كده. صحيح، مش بالمظاهر خالص. لان بره في ممثلين عالميين عملوا ادوار لو انت شفتي هتقولي دوت استحال يعمل ده. صح. يعني لما عملت ماريان كوتيارد ايديث بياف هي مش شبهها ولا لهاش علاقه خالص، بس بالاداء وبالميك اب وكل حاجه بقى لبس تروحها. طبعا هو ده التمثيل وهو ده الفن المفروض يعني. نروح للكنه بقى الصعيدي. اختيارك لهذا الدور استاذ عبد النبي طبعا، هو مسلسل العوده طبعا. استاذ عبد النبي ده مصحح لهجه صعيدي طبعا، هو اللي كان معانا. هو عظيم جدا، عمل مسلسلات كتيره مهمه جدا. استاذ عبد النبي اللي كان مسؤول عن الكبير ولا حد تاني؟ مش عارفه، تقريبا ممكن يكون، مش متاكده الصراحه. اسمراني بشنب، هو اسمراني. اوكي. استاذ عبد النبي ده انا بحبه قوي قوي، جميل قوي. وغير ان هو كمان مصحح، هو كمان بيفهم في التمثيل قوي يعني. فهو اللي ساعدنا كلنا في المسلسل. ازاي؟ لان انت عارفه ان كل بلد ليها طريقه. صح. يعني تقريبا اسيوط غير المنيا، غير اسوان. صح. غير الاقصر. صح. ومش اي حاجه وخلاص. فهو اللي كان معانا استاذ عبد النبي. خدتي وقت؟ حسيتي ان الموضوع يعني مجهد ولا كان سلس؟ لا ما كانش مجهد. انك تتقني اللكنه الصعيدي مش مجهد، لان انا اوريدي كنت عاملاها في المعهد. احنا كنا بنمثل عروض في المعهد صعيدي. حلو حلو. الواغش بقى وحاجات كده. فعندك يعني عندك متدربه عليها او لسانك واخد شويه على بالظبط. كان في براكتس قبل كده زي ما انت بتقولي، فما كانش الموضوع صعب. جميل قوي. نفسك في ايه للفتره اللي جايه؟ الدور اللي ما لعبتيهوش ونفسك تلعبيه قوي؟
لا ده سؤال صعب قوي. قولي لي ثلاثه عشان هوسعها لك، ما تبقاش دور واحد. حاجات كتير قوي. انا بصي انا نفسي طول الوقت ان انا اعمل حاجات ليها علاقه بانه زي ما انت قلتي كده، ان احنا نبعد عن الكليشيهات، انه مش لازم نعمل الدور يعني في ادوار نفسي كتابه كمان، لانه انا بحس ان دايما ما فيش حاجات كتابه بتساعدنا قوي ان احنا نعمل حاجات مختلفه. فنفسي اعمل حاجات فيها ابعاد نفسيه مختلفه وحاجات حقيقيه تمس الناس. نفسي اعمل، انا مش مؤمنه ان البني ادم شرير تام وفي خير تام. ففكره الصراع النفسي في الشخصيات ده نفسي دور يبقى فيه، ده يبقى فيه ظاهر حته الصراع النفسي عند كل حد. نفسي في الحاجات دي قوي. اكيد هيحصل، واكيد هتبقي بارعه جدا جدا فيه، وهتنوري فيه زي ما بتنوري في كل دور وفي كل عمل النهارده. جدا جدا انا اسعد كتير، مبسوطه بيكي قوي وفرحانه بيكي قوي. مليون مبروك. الله يبارك، وان شاء الله تكسري الدنيا في كل اللي جاي. قلبي شكرا. شكرا ليكي يا هاله جدا، نورتيني نورتيني وشرفتيني. كانت ضيفتي في الفقره دي الفنانه الجميله هاله مرزوق. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، نتقابل الاسبوع اللي جاي في حلقه جديده من حلقات انتي على شاشه التي سي. سلام.